لسه جاي جديد وجاي ان انا اعمل في عندي رهبه ان انا افك واعمل وافتح. لا يا دكتور لا فك واعمل وبوظ وطالما اعمل وبعدين اشتغل. اصل طالما انت عندك طالما ده اتدرب كويس. اصل ده اتدرب كويس وده اتدرب كويس. يعني اولادنا اتدربوا يعني اتدربوا كويس جدا. احنا معلمين واخد بالك ومهندسين في نفس الوقت. ده مش قليل. يعني هو يقول لك ايه عندنا مثلا الادعاء اللي هم بيدعوا علينا فيه ان احنا ما عندناش كوادر. لا انت شفت كوادر ولا ما شفتش؟ انا بوريك بس على الطريقه. انت شفت كوادر ده مهندس كوادر بيشتغلوا بايديهم ويعملوا ويسووا دي حاجه احنا يعني بنتكلم عليها. اعتقد ان الشركه نفسها اللي صنعت الموضوع ده لو شركه عايزه كده هتقول لك انا ليه اجيب السنسور ده ولا انا اجيب سنسور واجيب الكلام ده كله ولاعبك الدنيا دي كده طالما بيديني نفس الاوبشن او نفس الفانكشن اللي موجود. وحاجه ببلاش. الحاجه هم اللي اخترعوا بقى. مش دي حاجه الحقيقه بتاعت القرار. دي الحاجه اللي موجوده دي بتاع الجرايد دي حتى لو بصيت عليها عليها الطبعه بتاع شركه كنور اللي هي خاصه بالفرامل. يعني الشركه اللي عملت المحاكي ده واحنا دي جبناها من الخرد. كنور الاصليه دي جبناها من الخرد على فكره. دي خرد الجرار قديم. خلي بالك دي بص دي يعني دي المفروض الاستاندر اللي هي بحالتها ما اشتغلتش. دي بقى اتهرت شويه. شوف شكلها عامل ازاي. لو شفت دي قبل ما تتعمل ما كنتش اتخيل ان دي وصلت للشركه. يعني بعد ما اترمت كانت شغاله بقى في السنه ديت هنا واشتغلت. دكتور محمد اللي جاب المذيع يلا اللي قاعد عامله مطلعها بنفس الكفاءه دي. ولو الشخص الاولاد دول الاولاد دول خساره. دول خساره والله العظيم. عندنا دول عندهم مش عيال يا مرمى يعني. يعني هم لا لا مش قصدي يعني انا اسف. لا لا اسف يعني هم اولاد يعني ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم. يعني نفتخر بيهم.